هالكسيون فير وقلنا دي بونو، ومفروض نكون حفظنا طبعا الكلمات بالارتيكل بتاعتها عشان نعرف نعوض عنها. وبعد كده قلنا الكلمه اللي ادتها دير بنعوض عنها بير، والدست اس، والدي دي، والدي بلورال دي اوت. تمام، وحلينا عليهم. طيب في جزئيه ثانيه قبل ما نبدا في النيجاسيون متعلقه برضو بالمونو بالحاجات اللي عندي في الشقه، زي وده مهم جدا، زي فيرب جيفالن اللي هو يعجب. يعني عايزه اقول ان الحاجه دي بتعجبني، الشقه مثلا او اوضتك عجباني، جيفالت بتيجي مع الدنجولار وجيفالن بتيجي مع البلورال. طيب فيرب ده مهم جدا. دي فونونج جيفالت ميا جود، يعني الشقه عجباني كويس جدا. طيب دي فونونج طبعا هنا دنجولار عشان كده قلنا جيفالت. فلما اجي اقول حاجة بقى جمع هقول دي موبيل جيفالن مير، يعني الموبيليا ديت عجباني، هنا طبعا جمع فقلت جيفالن. طب اسأل عنها بإيه؟ بسأل دايما عن الصفة بفي، يبقى في جيفالت دير ماين هوم أو ماين هاوس. طب أنا ديها كده لو بسأل صاحبي. طب لو بسأل بقى في أورندا ولا إير فؤاد ولا أي حد أكبر مني هقول له في جيفالت إينن ماين هاوس، في جيفالت إينن ماين هاوس. يعني ايه راي حضرتك في الايه في المنزل. هاجي طبعا ماين هاوس هنا ادبها طبعا دس كلنا عارفين، عشان كده عوضت عنها باس. اس ايست غروس، اس ايست برايت اند هيل، البيت بتاعك واسع ومضيء. تمام. طيب وهنا طبعا البلورال بتاع الكلمه، هنا البلورال بتاع الكلمه، هنا جايب لك اسئله على انك تعمل الكلمه بالبلورال. واحنا المفروض انا كاتبها لكم في بدايه الليكسيون خالص في اللي هي مع الفيرتر مع الكلمات. داس زوفا طبعا هتبقى دي زوفاس. تمام اهي طبعا الارتيكل عندي بيبقى دي وادي زوفا. داس التيمر قلنا هتبقى التيمر هي دي تيمر ما بتتغيرش. تمام. شرانك هيبقى دي طبعا شرينك شرينك. تمام. كوشن هنحط هنحط ان بس. تمام كوشن هنحط ان. شتول شتوله هنحط املاوت. وايه في الاخر؟ موبل هي موبل ما بتتغيرش هي. طيب دير بالكون، دير بالكون دي بالكونه، باد بيدر، كل شرانك كل شرينك، دي لامب دي لامبن، هاوس هويزر، دوش دوشن هيرد هيرد، وفلور وفلور فلور زي ما هي، وبيت باتن. كل ده موجود عندنا في اول صفحه. تمام. في الايه في الترجمه بتاع كلمات الليكسيون. طيب واحنا حلينا على الحاجات دي المره اللي فاتت. طيب ناخد بقى النيجاسيون وهو النفي. النيجاسيون انا بنفي بحاجتين، الكلمه بنفيها كاين او كاينه حسب الارتيكل بتاعتها، الدا والدس بياخدوا كاين، والدي بتتنفي بكاينه. تمام. داس ايست اين ابفل، هذه تكون تفاحه. تمام. داس ايست اين ابفل، طيب عايزه اقول ان دي مش ابفل يبقى داس ايست كاين ابفل. Das ist kein Apfel. Okay. طيب das ist eine Banane. Das ist keine Banane. Okay. طيب das sind هنا جمع. Das sind Orangen. Das sind keine Orangen. يبقى الجمع اتنفى بكاينه. يبقى احنا عارفين ان الكلمه اللي قالتها der oder das بتنفي بكاين،
والدي والدي بلورال كاينه. اوكي طيب النشت بقى تعالوا نشوف النشت قاعدتها ايه. النشت بتنفي كذا حاجه، يبقى انا ابقى عارف ان الكلمه بتتنفي بكاين او كاينل، وابقى عارف ان باقي حاجات بتتنفي بنشت. يعني لما اقول ده ايست نشت دار فرن ذير، يبقى انا هنا ايه الاداه المعرفه اللي هي دار فرن ذير نفتها بايه؟ بنشت. اوكي طيب ايش بين نشت عمر؟ انا مش عمر. ايش بين نشت عمر؟ انا مش عمر، يبقى اسم العلم. طيب ايست ده ايست ده كلاوديا، هي دي كلاوديا. ناين ده ايست نشت ذي، يبقى نفيت الضمير بنشت. ده ايست نشت ماين تليفون نوما، ده مش التليفون بتاعي. ماين ماين، يبقى انا نفيت هنا ادوات الملكيه. ايش بون نشت ان كايرو، هنا ظرف مكان ان كايرو، انا مش في كايرو. ايش هاب نشت دغاي كيندر، انا ما عنديش ثلاث اطفال، يبقى انا نشت دغاي كيندر. يبقى مثلا عايز اقول ان دول مش ثلاثه، مش ثلاث حاجات مثلا. طب ديند نشت دغاي، دول مش ثلاثه، طب ديند مثلا فير، يبقى انا نفيت الاعداد او الارقام بنشت. ماي ديفونج است نشت كلاين، يعني استفاض، بنفي استفاض بنشت. ايش كوم نشت هويت، ايش كوم نشت هويت ظرف المكان، هويت ده ظرف مكان زمان. يبقى نشت هويت، نشت مورجن، نشت ابند، وهكذا. طيب ايش اشبيل نشت، يبقى انا هنا نفيت الفيرب بايه؟ بنشت اوف. طيب في حد عنده اي سؤال في الجزئيه ديت؟ لو في اي حد عنده اي سؤال. طيب نبدا نحل. دي فاش ماشينه، دي فاش ماشينه جفلت مير، اختار نشت ولا كاينه؟ جفلت مير، احنا قلنا ده ايه؟ فيرب، وبعديها هو ضمير ملكيه، يبقى جفلت مير نشت. gefällt mir nicht. Hier ist Dose Tomatensauce. يعني هنا يعني قفص طماطم او زي ما يكون برطمان عصير طماطم سوري اللي هو الصوص، يعني صوص طماطم او اللي هي الصلصه يعني بتاع الطماطم. يبقى هير ist keine Dose Tomatensauce. تمام، عشان هنا دوزة أدتها دي فتاخد keine. Das Haus ist breit. breit دي هنا إيه؟ صفر. يبقى الصفر تاخد إيه؟ nicht. Das Haus ist nicht breit. Hamburg ist إيه؟ land. ein land ولا kein land. طيب هو هنا السؤال دوت يسمح، هامبورغ هي هامبورغ لاند ولا هي شتات؟ طبعا هي شتات، مدينه ما هياش بلد. يبقى ايه؟ كاين لاند، هي مش لاند، هي شتات. داس زند بيلدر، داس زند جمع هنا والجمع ياخد الكلمه من فيها كاينه، كاينه بيلدر. ايش هاب نوخ بونون، ايش هاب كاينه بونون، عشان اداتها دي يبقى كاينه. Ist hier eine Küche? Nein, hier ist keine Küche. هنا في مطبخ؟ لا، هنا ما فيش مطبخ. Das sind Brötchen. Brötchen مفردها زي جمعها. Das وDas Brötchen دي Brötchen. طيب Das sind eine طبعا ما تنفعش مع الجمع، وein ما تنفعش لأن هي أصلا كلمة بلورال، يبقى drei. drei Brötchen. Ist das Peter? Nein, das ist nicht er. قلنا الضمائر بتتنفي بايه؟ بنشت. نشت اير. ايش براوخ كيوز اللي هي جمع، يبقى ايش براوخ كاينه، كاينه كيوز. اوكي طيب نحل كده الاطراف دي توكسيون اللي هي سؤال المواقف. سؤال المواقف طبعا ده مهم جدا ولازم نركز فيه. طيب ein Freund
لما يجي يقول لك I'm going to hunt يعني صديقك بيسأل Who is the gopher؟ فين الجوبر؟ طبعا أنا هنا بشوف الأرتيكل بتاعها بشوف الأرتيكل بتاعها إيه does عشان أعوض عنها يا دورت طبعا ما ينفعش نجاوب بيا لأن هنا السؤال مش مكتوب بفيرب إيست دورت ولا إس إيست دورت؟ واحد يقول لي طب ما الإجابتين زي بعض، لا أقول لك تركز في الأرتيكل ده يبقى إس إس إيست دورت. يماند فراكت بو كوخن دي، واحد بيسألك شخص بيسأل بو كوخن دي بتطبخ فين؟ هتقول له فيا هافن أليس إحنا عندنا كل حاجة ولا هير بطبخ هنا ولا هير إسن فيير؟ طبعا الإجابة طبعا الإجابتين قريبين من بعض جدا بس اللي هختارها هتبقى هير. لان هنا بيقول لك هير اس ام بي احنا هنا بناكل وانا بسالك انت بتطبخ فين مش بتاكل فين. يمن دفراكت نخدم برايس، واحد بيسال على البرايس فاز داجز تو دو انت تقول ايه؟ واحد بيسالك عن البرايس انت تقول ايه؟ يبقى انت تقول اتس باي 500 اويل. طيب عمر فراكت نخدم اورت دير باش ماشينه، عمر بيسألك على الأورت على مكان الباش ماشين غسالة الغسالة، هتقول له إيه؟ طبعًا هو بيسأل يبقى أنت لازم إيه تجاوب، هتقول إيه؟ يا دي إيست دورت. أوكي دوفراجست دوفراجست ناخدع ماينونج يوبر دي لامبد، ماينونج يعني رأيك، بتسأل عن رأيك في اللامبد، دي لامب إيست توير هي غالية؟ ولا دي اس دي لامبر ولا بس كوست ده كم تتكلف؟ انت بتسال دو فراجست يبقى تختار السؤال على طول طالما بيقول لك انت بتسال يبقى في اس دي لامبر يعني ايه صفه اللامب دي؟ طيب دو فندست ده هاوس جود، انت شايف الهاوس جود شايف ان البيت كويس، ده هاوس از ذير جود ولا ده هاوس از نيشت جود ولا في از ده هاوس؟ انت شايفه كويس يبقى تقول ده هاوس از ديفرنت. دي لامبن زند مودرن، اللامبن زند مودرن، دو فندست دي لامبن نيشت زو جود اوده شولدمونج، دي لامبن زند مودرن، دو فندست دي لامبن نيشت زو جود اوده دي لامبن جفالن دير اوضه دي لامبن زند زير توير. طيب هو هنا بيقول لك ان اللامبن زند مودرن يعني حديثه او مودرن يعني موضه يعني اللمبه دي ماشيه على موضه، يبقى انت شايف ان اللامبن مش تزوجوك انت شايفها مش كويسه ولا دي لامبن جفالن دير ولا دي لامبن زند زير توير؟ يبقى دي لامبن جفالن دير ان اللمبه دولت عاجبينك. I'm following the fact صديقك بيسأل في جفلت دير ماين هونو، في جفلت دير ايه رأيك في ماين هونو؟ هتقول ايه؟ دي است برايت ولا است شمال ولا است هسش؟ واحد يقول لي طب ما الثلاثة ينفعوا، أقول لك لا ركز لي في الأرتيكل، بونو بالأرتيكل بتاعها دي يبقى هنشوف الإجابة اللي ايه اللي فيها دي، دي است برايت. دي ist bright. Du brauchst ein mobiliertes Zimmer in Kairo. انت عايز محتاج غرفة موبيليرت مفروشة يعني فيها عفش. تقول ايش بيل؟ I'm full mobiliert Zimmer vermieten. ولا ايش دوخي ein mobiliertes Zimmer in Kairo؟ ولا ايش براوخي اين بونج ان كايرون؟ طبعا بونج مستبعدة لان هو في السؤال بيقول لك اتسمر، يبقى انا هختار حاجة من الاثنين اهو، هو بيسألك عن الايه اللي اتسمر. تمام طيب ايش بيل اين موبيليرت اتسمر؟ يبقى ايش دوخي ايش براوخي يعني ايش دوخي انا ببحث. معلش هو القلم مش عايز يكتب. طيب هو القلم مش عايز يكتب مش عارفه ليه. ايش بيل
ein, يبقى ايه قلنا؟ ich suche ein mobiliertes ein ich suche ein mobiliertes ja اهي mobiliertes Zimmer. اوكي ببحث عن أوضة حجرة مفروشة. طيب نشوف اللي بعده. Sie fragen nach dem Gefallen. أنت بتسأل على الرأي. Gefallen. تسأل تقول إيه؟ طبعاً بختار سؤال. ده إحنا الإجابة الثالثة دي مستبعدة. بس gefällt Ihnen؟ ولا في gefällt Ihnen die Wohnung؟ طبعاً إحنا قلنا لما بنسأل عن الصفة بسأل بفي مش ببس. يبقى في gefällt Ihnen die Wohnung. اوكي طيب حد الجزئيه ديت اي حد عنده اي سؤال او حد عنده سؤال ممكن يقدر يعمل raise hand يسال اي سؤال قبل ما نبدا في جزئيه جديده. ها يا شباب في اي حد عنده اي سؤال؟ طيب نكمل. طيب عندي نوعيه من الاسئله تاني اللي هو سؤال الايميل واحنا كنا واخدينه من السنه اللي فاتت وعارفين ان بيجي لي سؤال ايميل برد عليه، برد عليه باجابه كامله، فول اند داف، لازم برد عليه باجابه كامله. طيب اول حاجه هو هنا بيقول لي هالو هالو هير ميلر ايش دوخه اينه وونونج فور 15 تاجي موا، يعني انا ببحث على شقه عايزها، ببحث على شقه لمده 15 يوم فقط، نور يعني فقط. طيب جيت داف ينفع ده؟ في استديميتر. طب والايجار قد ايه؟ طيب اول حاجه بعملها بجيب بغير الامضاءات بتاعتي. هير بيكر بدل ما هو اللي ماضي هو اللي كاتب فطبيعي هو اللي هيرد. يبقى هنقول هير بيكر شولدجون هير Die Wohnung.
Wohnung gehabt. Drei Zimmer. Oder drei Kinderzimmer. بس كده ونمضي ليه برضه كده وخلاص على كده. طيب برضه اللي بعديه نفس الكلام. في جت دي في جفلت دي ماين بونو. هنرد باجابات كامله. في جت دي نقول دانكي جود مثلا نقول دانكي. وبعدين في جفلت دي ماين بونو. ايه رايك في شقتي؟ هقول له دايني بونو مثلا جفلت مي جود وده دايني بونو هل اوند بغوص. اي صفه انا عايزها. المهم ان تبقى الاجابه ايه؟ إجابة كاملة. أوكي. طيب هيجي يقول لك أوزاس. اكتب أوزاس يعني اكتب موضوع. اشهايبن دي فير ذات سي. هو بيجي دايما يقول لك اكتب مثلا من 20 ل 25 كلمة. فور دي بونو عن الشقة. وبيجيب لك شوية كلمات مساعدة. لازم طبعا الكلمات المساعدة اللي بيجيبها لازم إن احنا نختارها. لازم قصدي نستخدمها. يعني جايب لي غوص وسيمر وهيل وكوستت. طيب لازم ان انا اوظف الكلمات دي ولازم استخدمهم ومش جايبهم لي كده ايه اي. طيب انا عامله لكم هنا نموذج لكتابه الايه الاوضات اهو. هتكلم اقول ماي. طبعا اخلي بالي وانا بكتب يا اولاد مش ان انا بكتب وخلاص. لازم بكتب اول حرف غوص طبعا في بدايه الجمله. اي كلمه دويتش اي كلمه الماني بتبقى غوص برضو. تمام تبقى غوص زي كلمة سيمر اهي غوص. طبعا بحط بونكت بعد كل جملة يعني نقطة بعد كل جملة. أي أسامي بقى أشخاص أو بلاد أو لغة طبعا كلنا عارفين لازم بتتكتب إيه غوص. طيب نقرا مع بعض. ماي سيمر إز تو غوص. الحجرة بتاعتي كبيرة. دي موبيل ذن شيك. الموبيليا اللي فيها ذن شيك. ماي سيمر ماين سيمر است موبيليرت. السيمر الحجره بتاعتي موبيليرت. تمام؟ يعني مجهزه او مفروشه. هير زيند اين بيت اوند اين شران. هنا يوجد سرير ويوجد دولاب. ماين سيمر هات فيلي الكترو جيريت. يعني فيها اجهزه كتير. طبعا انت مش لازم تكتب الكلام ده. انا بوري لك بس بعض الجمل اللي انت ممكن تكتب زيها. هات فيلي الكترو جريتر. هير زند اين فرنزيها. هنا بيكون تلفزيون. اين كمبيوتر. وند اين كول شام. وثلاجه. دي الاجهزه ايه الكهربائيه اللي عندي. دي ميتر الايجار. كوستت اين 100 اورو. ايمونات في الشهر. يبقى الايجار بيتكلف 100 يورو في الايه؟ في الشهر. ماي سيمر جفرت مير زير. الحجره بتاعتي عجباني كويس جدا. طيب كده نكون احنا خلصنا يا شباب ايه الليكسيون فير كله. تمام؟ اللي عنده اي سؤال عايز يساله يساله. يعمل جامع ريد هاند كده ويسال.